فيما يخص اللاعبين اللي كيف كتشوفوا كاع اللاعبين اللي حاضرين في يوندي هما جاهزين صحيا ما كاين حتى شي اصابه وما جميع اللاعبين حاضرين في هذه الحصه التدريبيه الاخيره. فيما يخص اللاعبين المصابين فعلا كاين ثلاثه ديال اللاعبين اللي ما رافقوناش ليوندي هما اللاعب مروان داكوستا واللاعب احمدي كريم واللاعب سفيان امرابط. فيما يخص الحراره كيف كتشوفوا غادي نلعبوا ان شاء الله غدا المباراه في نفس الوقت ديال بحال هذا الوقت هذا كنشوفوا حراره كثيره وبالاخص ليميديتي لو تو دي ميديتي مرتفع بزاف. فيما يخص الصيام فعلا نتمنوا ان شاء الله غدا اللاعبين نتمنوا باش ما غيكونوا فاطرين ما غيصوموش هذا الشيء اللي اتفقنا عليه غيست كونفيرمي. نتمنوا باش النتيجه تكون في صالحنا في هذه المباراه اللي مهمه بزاف واللاعبين مستعدين راح مستعدين ذهنيا استعداد كبير هذا الشيء اللي قلت لكم. شكرا طبيب.